السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة ليستات. مكملين مع حضراتكم الأخبار المتعلقة بأزمة الفنانة علا غانم مع جوزها رجل الأعمال عبدالعزيز حسن. وللأسف النهاردة معانا خبر مؤسف جدا، وهو نقل الفنانة علا غانم للمستشفى ودخولها العناية المركزة وإجراءها العملية جراحية خطيرة اليوم بعد ضربها في الشارع وبنتها بتستغيث. تفاصيل كتير معانا فيديو النهاردة، بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات ضروري جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. وما تنساش تقولي رأيك في موضوع الفيديو في التعليقات علشان نكون دايما على تواصل. تابعنا كلنا على مدار اليومين اللي فاتوا المشكلة اللي حصلت بين الفنانة علا غانم وزوجها عبدالعزيز حسن، وشفنا تصريحاتهم هما الاتنين. شفنا جوزها وهو بيقول إن علا جابت له بلطجية وضربوه، وشفنا كمان كلام علا نفسها إن جوزها هو اللي جاب لها بلطجية وطردوها من بيتها وضربوها في الشارع هي وأمها وأخدوا بيتها منها. وكان الموضوع هادي لحد ما شفنا علا غانم طلعت مع عمرو أديب وكانت منهارة، بس ما كانتش بتشتكي من حاجة رغم إن وقتها كان تم الاعتداء عليها من البلطجية زي ما قالت، وكانت متحملة الوجع على أساس إن كل اللي بيحصل لها ده بسبب اللي مرت بيه في اليومين اللي فاتوا. كل ده لحد ما رجعت وحصل عندها غثيان، والغثيان ده عرض من أعراض ارتجاج المخ، ده بالإضافة لارتفاع درجة حرارتها وعدم تركيزها، فتم نقلها للمستشفى. وبعد إجراء الإشعاعات والفحوصات اللازمة تبين إن عندها ارتجاج في المخ بالإضافة لشرخ في القفص الصدري ونزيف داخلي، كل ده بالإضافة لكسر في عظام اليد. وخلال الساعات اللي فاتت خرجت بنتها كاميليا للإعلام بتستغيث ووجهت اتهام لزوج أمها عبدالعزيز حسن إن هو السبب في كل اللي حصل لها ده، وإن هو السبب في كل اللي بتعاني منه والدتها دلوقتي بسبب إنه بعت لها بلطجية من يومين وضربوها وطردوها من بيتها في نص الليل بالروب. لكن في نفس الوقت طلع زوجها ونفى الكلام ده كله وقال إن علا هي اللي بعتت له بلطجية وضربوه، والمفروض إن النهارده علا غانم هتعمل عملية خطيرة بسبب الكسر اللي في عظام ايديها. وقالت كمان كاميليا بنت علا غانم ان والدتها حالتها خطيره جدا، وطلبت دعوات الناس ان ربنا يشفيها وتقوم بالسلامه. علا غانم فنانه جميله وليها جمهور بيحبها، وباذن الله تقوم بالف سلامه. كلنا عارفين ان علا غانم رفع قضيه خلع على زوجها الاستاذ عبدالعزيز حسن، والقضيه بقالها سنه ونص في المحاكم، وهي رجعت مصر على امل ان يتم الحكم في القضيه دي في القريب العاجل. ومن ناحية تانية زوجها طلع للإعلام وقال إن علا غانم بعتت له بلطجية وإن هما ضربوه، وقال برضه إنه لسه بيحبها وإن البيت مفتوح وعايزها ترجع له. وفي نهاية الفيديو إحنا بنأمل إن أزمة الفنانة علا غانم مع زوجها عبدالعزيز حسن تنتهي في أقرب وقت، وبنتمنى إن علا غانم تقوم بالسلامة وتخرج من المستشفى في أقرب وقت. وفي النهاية أنا بشكركم جدا لأنكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.